اهلا بك يا دكتور، معنا شرفتنا في صدى البلد، نحب نتعرف. اهلا بيك يا فندم. احمد ابراهيم، دكتور تجميل. كلمني النهارده بقى عن مشاركتك في المسابقه. المشاركه دي تعتبر الاولى ليا هنا في المسابقه، اضافت لنا حاجات كتيره، خبره كويسه، اختلاط بالناس، زائد ان البنات هيستفيدوا برضو ان من الحته التجميليه او من حته الخدمات اللي نقدر نقدمها لهم، من عنايه بالبشره، من علاج الشعر، للعمليات اللي ممكن تتعمل، اللي هي العمليات الخفيفه، مش العمليات اللي هي تغيير الشكل نفسه، اللي هي الحاجات الديفوهات البسيطه يعني. شايف ملكات الجمال السنه دي وضعهم ايه؟ وضع شكلهم وطريقه كلامهم ووقفتهم على المسرح، يعني اتكلمنا اكتر يعني عن البنات بحكم ان انت من لجنه التحكيم ويعني وكنت قريب منها. هي اكيد لو بيرفكت ما كانش جت هنا. هي الهدف من المسابقه ان احنا بنجيب بنات عاديه لسه طالعين مثلا من ثانويه او لسه في كليه، علشان ناهلهم ازاي يتكلموا عن مصر، ازاي نقدر ندخل بيهم مؤتمرات، ازاي نقدر بيهم نعمل بيهم حاجه تشرف البلد. فلو هي اصلا بتتكلم وبتمشي كويس وبتعمل كل الكلام ده، يبقى احنا مش هنحتاجها في حاجه. احنا بناخد البنات علشان نقدر نعمل منهم حاجه خلاص. ولو عملنا كده مع في كل فتره او في كل سنه، او هيئات تانيه عملت نفس الحاجه، اكيد البلد هتتطور اكتر. فده اللي بنشتغل عليه يعني. هي البنات بتدخل كانها اكاديميه، تطلع منها بتعرف تتكلم، بتعرف تمشي، بتبقى لبقه، بتعرف تتصرف. هو ده الهدف من المسابقه. معاييرك بقى لاختيار ملكه جمال مصر؟ رقم واحد ثقتها في نفسها. لو هي واثقه في نفسها وعندها قابليه ان هي تستجيب او تسمع كلام والنصايح اللي احنا بنقولها، اكيد دي هتبقى رقم واحد بالنسبه لي. انما مش هنختار بالنسبه للشكل خلاص، او الطول او الجسم او كذا. طبعا لازم تكون معديه المعايير الطبيعيه او القياسات اللي هي تبع المسابقه اللي بتحكم بيها المسابقه. غير كده مش هنقدر نحكم على شكل بس او حاجه. ليه؟ في ثقافه، في رياضه. والنهارده هنشوف الملكه والوصيفه ومس تالنت، مس فيتنس، ومس اللي هي الحاجات التالنت، اليجنت والتالنت، الحاجات الموجوده.